يعطيكم العافية جميعاً. اسمي سراب أبو ربيعة، محاضرة في معهد علوم الصحراء في جامعة بن غوريون. أولاً بدي أرحب بجميع القائمين على هذه الانطلاقة القيمة، وهذا على ضوء الصراع المستمر في الآونة الأخيرة بين المواطنين العرب واليهود، وبتأمل أنه هذا المؤتمر يشكل جسر أولي لتوطيد العلاقات بين المواطنين في البلاد. بدي أبتدأ في أكم من كلمة قبل ما نبدأ الجلسة. حل الربيع العربي على بلاد الشرق الأوسط وجلب معه ثورة فكرية تدفعنا نبحث في هويتنا ونضع تساؤلات حول أي نوع من الحياة نريد أن نعيشها. ها نحن نسير بين العقائد الدينية الطائفية العائلية والليبرالية وغيرها، متى ندمج بينهن وعن ماذا نتخلى؟ هذه التساؤلات والتخبطات سادت أيضاً مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وفي النقب خاصة. ماذا تغير؟ نرى أن الثورة الفكرية وألياتها خاصة وصبغتها الشبابية تخرج من منابع مجتمعنا في الداخل. جاء هذا المؤتمر ليتخبط في هذه التساؤلات في سياقنا المحلي، لنسأل من أين وإلى أين؟ كيف تصب هذه الرياح الثورية في حراكنا؟ في نضالنا على أراضينا، على كياننا، على هويتنا المختلفة وعلى خطابنا. ما هي معاني التحرر الذي نريده، وكيف يتمثل هذا التحرر في مجالات مختلفة الفكرية، الثقافية، النسوية وغيرها؟ موضوع هذه الجلسة هي التساؤلات حول صدى الثورة في الإنتاج الثقافي الإعلامي والأدبي. بدنا نفتتح مع الدكتور مروان أبو غزالي محاجني، باحث زائر في مركز حايم هرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون، متخصص في السياسة اللغوية، المشهد اللغوي والإيديولوجيا اللغوية في الشرق الأوسط، ويعد حاليا أبحاثا في المركز حول موضوع المشهد اللغوي والربيع العربي في الشرق الأوسط. مروان راح يقدم محاضرة في موضوع المشهد اللغوي في ميدان التحرير خلال الثورة ضد مبارك، ويعد موضوع المشهد اللغوي في الثورة ضد مبارك كأحد الإنتاجات الثقافية والأدبية والإعلامية التي أخذت حيزا كبيرا في الشرق الأوسط خاص عامة وفي البلاد خاصة. تفضل 20 دقيقة. على هذا المؤتمر فهو باكورة من البواكير في سبيل إرهاص مكانة اللغة العربية في الحيز العام والحيز الخاص. أرتئي أن أشكر القائمين سعادة السفير لارتس، بروفيسور يورم، دكتور يوني، أيضا دكتور حيا، أيضا السيدة ميسلون. نتحدث في هذا اللقاء في هذه الورقة البحثية عن المشهد اللغوي في ميدان التحرير خلال الثورة ضد مبارك. طبعا هذه عملية المشهد اللغوي من أهم الميزات والخصائص في معاينة الأحداث السياسية أو التاريخية، حيث يرتبط المشهد اللغوي ارتباطاً عضوياً مع الإعلام، مع الثقافة، مع الحضارة، مع الحيز التربوي في الأحداث السياسية. فعملية المشهد اللغوي في ميدان التحرير له علاقة قوية جداً مع الأحداث في مصر بشكل خاص والأحداث في الشرق الأوسط بشكل عام. هذه من الصور اللافتة للنظر في عملية المشهد اللغوي. طبعا في مشكلة تقنية، لكن المشهد اللغوي طبعا في ميدان التحرير يتميز بخصائص كثيرة سوف نعينها من خلال المحاضرة. إذا في عملية استخدام ميدان التحرير، ميدان التحرير مساحة صغيرة جدا نسبيا في مصر، لكن عملية وجود هذا الحيز في مصر أثر كثيرا على جميع الميادين في مصر بشكل خاص وعلى جميع الأحداث السياسية والمختلفة في الشرق الأوسط. إذا هذه عملية أيضا تسمى ثورة ضد مبارك اللي استمرت 18 يوما، كانت طبعا تسمى الثورة البيضاء أو ثورة الغضب أو ثورة 18 يوما أو ثورة التحرير. لكن المشروع اللي يقوم فيه في عملية معاينة المشهد اللغوي هي ثورة المشهد اللغوي، تسمى ثورة المشهد اللغوي من خلال النتائج التي سوف نعينها.
طبعاً المآرب وأهداف المحاضرة معينة حضور اللغات في المشهد اللغوي. معنى استخدام حضور اللغات ممكن أن تكون اللغة العربية أو أن تكون اللغة العبرية في بعض الأحيان، أو أيضاً اللغة الإنجليزية ولغات أخرى. حتى أيضاً حضور اللغة العربية يختلف حسب المستويات، لأن اللغة العربية لها عدة مستويات. ففي بعض الأحيان نرى اللغة الفصحى، في بعض الأحيان نرى اللغة العامية، في بعض الأحيان نرى اللغة الإنجليزية ولغات أجنبية، وأيضاً نرى اللغة العربية العبرية. معاينة قاموس المصطلحات اللغوية في الثورة وأسلوب الكتابة له علاقة مع عملية المشهد اللغوي. أيضاً معاينة مستويات العربية الثلاثة واللغات الأجنبية. طبعاً مستويات العربية تقسم إلى 5 مستويات، لكن نقتصر فقط على استخدام فصحى التراث، هي لغة القديمة، ولغة لغة العصر اللي هي اللغة الوسطى، واللغة العامية. وأيضا مسألتي التعريب والدخيل اللغوي، أيضا من المسائل المهمة في استخدام المشهد اللغوي، لأنه يمكن أن يتم استخدام كلمة باللغة العربية لكن هذه الكلمة من أصل إنجليزي، فأيضا هي المشهد اللغوي قريب للغة الإنجليزية. هذا ما يسمى النقحرة، نقل الحرف من اللغة الإنجليزية إلى العربية. أو مسألتي التعريب، يعني كلمة هي أجنبية لكن عربت إلى عربية، مثل تلفون تليفون، فهذه كلمة أيضا لها تأثيل أو إتيمولوجيا أو تأصيل إنجليزي أو لغة أجنبية. أيضا الأهمية معينة تداعيات المشهد اللغوي في ميدان التحرير على النواحي المختلفة السياسية منها والاجتماعية وغيرها، مصريا وإقليميا، لأن هذه علاقة المشهد اللغوي في ميدان التحرير له علاقة قوية جدا مع الإعلام، مع الثورة الإعلامية والثورة الإنتاجية، لأن اليوم كثير من الإعلام يأخذ الطناس أو الطناس الثقافي من ثورة مصر، أو أيضا الأدب يأخذ الطناس من الثورة المصرية. يعد طبعا المشهد اللغوي من أبرز الوسائل في معاينة الأحداث، حيث حملت الثورة المصرية ضد مبارك رياح التغيير. هذا سبب عملية عنوان المؤتمر هي رياح التغيير، لأن عملية حضور اللغات العربية والإنجليزية والعربية خاصة العامية يؤثر على المشهد اللغوي في الإعلام، ويؤثر على المشهد اللغوي في العلاقة بين المجتمعات المختلفة. لذا ثورة 25 يناير التي استمرت إلى 11 طبعا فبراير هي ثورة شعبية. هذه عملية مهمة جدا في المشهد اللغوي. عادة المشهد اللغوي يقسم إلى قسمين، المشهد اللغوي العام والمشهد اللغوي الخاص. العام هي المؤسسة تقوم بوضع اليافطات، لكن الخاص يقوم الشعب. لذا عندما يقوم الشعب ببناء المشهد اللغوي يكون تأثيره أكبر من المشهد اللغوي التي تقوم فيه به الدولة. يدرج العلم مصطلح المشهد اللغوي في علم الاجتماع اللغوي، علم اللغة الاجتماع اللغوي، حيث أن المشهد اللغوي هو الشعارات أو اليافطات أو البطاقات أو الكتابات اللغوية المختلفة في أسماء الميادين أو أسماء الشوارع أو الكتابة على الإعلانات أو الهتافات. فالهتافات طبعا تقسم إلى نوعين، هتافات محكية وهتافات مكتوبة، لكن المحاضرة الورقة البحثية تختص أكثر في الهتافات المكتوبة. وأيضا الكتابات المتعددة، كتابات متعددة يمكن أن تكون الكتابة على الجسد أو الكتابة على الأرض، فعدة مستويات من المشهد اللغوي. لذا المشهد اللغوي لا يحمل فقط المعنى المعلوماتي أو المعنى القاموسي، بل أيضا المشهد اللغوي له دلالة رمزية مؤثرة جدا. فعملية حمل طفل عمره 3 سنوات بطاقة في أي يافطة هي تأثير على بناء المجتمع، لأن هذا الطفل ترسخ عنده عملية الكتابة، فهذه الكتابة لها تأثير كبير. لذا يتم حد المفهوم اللغوي. يمكن أن نفحص أو نعاين ترتيب حضور اللغات، اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية قبل، أو عملية ترتيب الحضور أو حجم اللغات. لكن بما أن جميع اليافطات اللي كانت في ثورة مبارك ضد مبارك في 25 يناير كانت أحادية اللغة اليافطات، فنحن نعاين فقط عملية حضور اللغات. فعملية البحث
المشهد اللغوي في مصر هو طبعا من الأبحاث الطلائعية طبعا، لكن قبل بداية البحث في دراسات البحث يعني حبذا لو نعاين 3 دقائق بعض اليافطات من المشهد اللغوي حتى نفهم الموضوع بشكل أكثر. فممكن مساعد في الحاسوب، طبعا الباحث نادر سراج بحث عملية اللغة في البطاقات من خلال استخدام الشعارات المختلفة، فقد بين أن كثير من اليافطات تستخدم اللغة العامية أكثر من اللغة الفصحى. أيضا قام الباحث كمال مغيث بتصنيف كتاب يحوي جميع الشعارات وتصنيفها حسب الطناس، فكثير من الشعارات كان لها الطناس الثقافي التاريخي أو الثقافي السينمائي أو الثقافي الإعلامي أو الثقافي الديني، فهذه عملية أساسية كانت في المشهد اللغوي. أيضا في عدة باحثات مثل باحثة ريم باسيوني عاينت استخدام اللغة العامية في اليافطات أو في الشعارات، وأيضا الباحث عادل عبد الصادق أيضا عاين موضوع استخدام الشعارات من الإعلام من خلال وسائل الإعلام. لكن البحث الورقة البحثية هي تعاين حضور اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومستويات اللغة العربية المختلفة في عملية المشهد اللغوي. لذا هذا البحث هو طلائعي طبعا من الدرجة الأولى، وهذا البحث أيضا هو قسم من مشروع يعاين المشهد اللغوي في فترة 4 سنوات، لأنه كانت الثورة في 25 يناير، احنا اليوم يعني 4 سنوات اكتملين في عملية المشهد اللغوي في عملية الثورة، فنعاين هذه الثورة على مدار 4 سنوات. لكن حبذا لو نعاين بعض الشعارات، في أي مصمم للحاسوب؟ إذا عملية المشهد اللغوي راح طبعا يكون في عملية التأثير على البطاقات، لكن هي عملية الصور اللي نشاهدها هي استخدام اللغة العامية أو استخدام الفصحى أو استخدام الإنجليزية أو استخدام اللغات الأعجمية في عملية المشهد اللغوي. فنبدأ في عملية الدراسة أهمية البحث. طبعا البحث أساسي في عملية الفرضية البحثية. الفرضية البحثية في البحث إن قبل الثورة، قبل ثورة ضد مبارك، كان في عملية ازدواجية اللغة. إذا قلنا مصطلح ازدواجية اللغة هي اللغة ومستوياتها أو لهجاتها، فممكن أن اللغة تكون لها مستويات عدة، أكثر من 5 أو 6 أو 7 مستويات، لكن ازدواجية اللغة هي اللغة الفصحى، اللغة العامية، واللغة العامية أيضا لها درجات، لكن ثنائية اللغة هي لغة مختلفة كليا عن اللغة الأخرى. فالمشهد اللغوي ما قبل الثورة كان دائما مصر تحمل ثنائية ازدواجية اللغة، دائما الفصحى والعامية، لكن عملية المشهد اللغوي في ثورة ضد مبارك حملت ثنائية اللغة من خلال البحث الكمي والنوعي الذي طبعا نعرضه. عملية ثنائية اللغة، اللغة العربية واللغة العربية العامية واللغة الإنجليزية، هو غير ميزان القوى بين اللغات، حيث عملية استمرار اللغة الإنجليزية واللغة العامية يؤثر على الإعلام وعلى الثقافة وعلى الأدب في استخدام هذه الظواهر الأدبية. من الأشياء المميزة في خصائص المشهد اللغوي مشاركة الأطفال في المشهد اللغوي، يعني هذه كانت رائعة جدا، حتى أن الأطفال يكتبون اليافطات، فعدة صور من المشهد اللغوي إنه الأطفال يكتبون اليافطات، فعملية كتابة اليافطات من بين الأطفال هذا يبين أن الأطفال هو ليس فقط مستهلكا بل هو منتجا لليافطات والشعارات والهتافات المختلفة. العملية الثانية تداخل أجناس الأدبية. عادة في المشهد اللغوي استخدام مصطلح أو استخدام كلمة، لكن في المشهد اللغوي في ثورة ضد مبارك كانوا يستخدموا قصة معينة أو كانوا يستخدموا عملية ساتيرة أو أسلوب أدبي أو كاريكاتير معين، فعملية الاستمرار.
إذا العملية كانت في هذه أي مميزة؟ عادة في اليافطات كانوا يستخدموا كلمة أو كلمتين، لكن في ثورة ضد مبارك كانوا يكتبوا أحيانا قصة معينة أكثر من 20 كلمة، فهذه كانت من الميزات. أيضا استخدام مستويات العربية مستويات الخمسة، أحيانا نرى لغة فصحى، أحيانا نرى لغة وسطى، أحيانا نرى لغة عامية، أحيانا نرى بعض اللهجات المصرية، فعملية المشهد اللغوي كان شاملا في عملية الاستخدام. أيضا تعدد اللغات الأجنبية في المشهد اللغوي، اللغة الإنجليزية تأخذ حيزا كبيرا في اليافطات، فطبعا لها عدة تداعيات، عملية استخدام اللغة الإنجليزية في اليافطات، وأيضا عملية حتى استخدام اللغة العبرية، يعني نسبة اللغة العبرية استخدمت 5% من الشعارات، فبعض الشعارات لعزوف، فبعض الشعارات، فهذه عملية أساسية، و5% كان لها أيضا سياق من السياق الفلسطيني الإسرائيلي، فعملية استخدام المشهد اللغوي كان أيضا لافتا. المشهد اللغوي من الأدنى إلى الأعلى، هذه طبعا في المشهد اللغوي في من الأعلى إلى الأدنى يستخدم من السياسة أو من الدولة، لكن من الأدنى إلى الأعلى هو من الشعب، فعملية إذا يكون الكتابة المشهد اللغوي من الأدنى إلى الأعلى يكون له أثرا أكبر، ليس فقط في الحيز المصري بل أيضا في الحيز الإقليمي. لهذا السبب اختيار الموضوع المشهد اللغوي في رياح التغيير في الشرق الأوسط هو بسبب استخدام عدة لغات وبسبب استخدام الشعب. العينة قمت بمعاينتها 82 شعارا مكتوبا، حتى هذه الشعارات أخذت من موقع أرشيفي واحد دون اختيار يافطة عن يافطة أخرى، فكل الشعارات أخذت مرة واحدة حتى يكون عملية المعاينة وعملية الفحص هي سليمة من حيث المعنى. طريقة البحث في طبعا البحث الكمي والنوعي، إن كمي معاينة ثلاث مستويات، الفصحى التراث، الفصحى القديمة، فصحى العصر هي اللغة الوسطى هي اللغة الصحيحة، لكن هي أسهل من عملية استخدام اللغة القديمة، وأيضا استخدام اللغة العامية. طبعا اللغة العامية لها عدة مستويات لكن اقتصرت على استخدام اللغة العامية. أيضا مسألة النقحرة في اللغة الإنجليزية transliteration هي أكثر عملية نقل الحرف، يعني نفس الكلمة ينقلوها باللغة العربية. أيضا المعرب اللغوي عملية الإيتيمولوجيا اللغوية هي كلمة إنجليزية لكن تم تغيير حرف أو حركة من اللغة الإنجليزية، وأيضا استخدام اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية الأخرى، تم استخدام عدة لغات أجنبية، يعني حتى كانوا يستخدموا إنه عملية الإرحل كانوا يستخدموها باللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية باللغة حتى باللغة الفرعونية، يعني لغة قديمة ولغة ميتة، فكانت لافتة للنظر، وأيضا في اللغة العبرية، فعملية استخدام المصطلحات كانت لافتة في اللغات. فهذه عملية الشعارات، فهذه العملية النتيجة الأولى في البحث الكمي يتبين لنا النتائج الآتية: استخدام فصحى التراث من 182 يافطة تم استخدام فقط 1%، فصحى التراث لغة قديمة لم تستخدم اللغة الفصحى القديمة في أي يافطة تقريبا في المشهد اللغوي في ثورة ضد مبارك. فصحى العصر هي اللغة الوسطى بدون أخطاء طبعا هي 18% من اليافطات استخدمت فيها اللغة الفصحى، مثل كلمة إرحل فتعد من اللغة الوسطى اللغة الفصحى. اللغة العامية هذه الأساس 49%، نصف اليافطات استخدمت اللغة العامية، فهذه كانت لافتة للنظر. لكن استخدام الدخيل اللغوي كلمة إنجليزية لكن كتابتها بأحرف عربية 5%، لكن استخدام المعرب هي أيضا كلمة أجنبية تم تغيير حرف أو حرفين أو حركة أو حركتين يسمى 7%، لكن اللافت للنظر أن اللغة الإنجليزية 16%، أما اللغات الأجنبية 4%. إذا ننتبه في العملية الأولى إنه اللغة الأولى هي اللغة العامية، لكن اللغة الثانية هي اللغة فصحى العصر. لكن إذا بنعمل عملية فحص المعرب والدخيل لأنه أصلها من اللغة الإنجليزية نجد أنه فصحى العصر لها 18%، لكن الدخيل والمعرب واللغة الإنجليزية لها 28%، والدخيل مع المعرب واللغات الإنجليزية والأجنبية لها 32%. يعني ننتبه إذا عملية المعاينة
إنه اللغة العامية اللغة الأولى، لكن اللغة الإنجليزية مع الدخيل والمعرب هي اللغة الثانية وليس لغة فصحى العصر. هذا يبين أن المشهد اللغوي كان ثنائي اللغة. لكن عملية معاينة البحث الكمي لا يبين جميع النتائج بشكل أساسي، بل نحتاج إلى البحث النوعي. إذا من خلال البحث النوعي، يعني من خلال كمي، بينا أن اللغة الإنجليزية لغة ثانية واللغة العامية لغة أولى، لكن من البحث الكمي النوعي يتبين لنا شيئا آخر، أن اللغة العربية مثل ما ننتبه اللغة العامية بحضور واسع في المشهد اللغوي، الإنجليزية لها 28 وتحظى اللغات الأجنبية مع النقحرة 32، لكن الأساس في عملية البحث النوعي. البحث النوعي يتبين أن اللغة الإنجليزية لها مكانة مساوية للغة العامية في المشهد اللغوي. هذه من الظواهر الأساسية في عملية المشهد اللغوي. إذا ننتبه، عملية الاستخدام في اللغة مصطلحات الرحيل، أهم يافطات موجودة في المشهد اللغوي في مصر كانت مصطلحات الرحيل. هذه تسمى الكلمات الجوهرية أو كلمات الأساس. فمعظم اليافطات اللي كانت تتحدث عن الرحيل كانت باللغة الإنجليزية، وكأن اللغة الإنجليزية هي أهم أيضا من العامية في البطاقات الأساسية. فمثلا إذا بننتبه، حتى كلمة بايك مثلا، مبارك فلايت تو تل أفيف، جو أوي، عدة مصطلحات. معظم تقريبا أكثر من 90% من اليافطات التي تتحدث عن رحيل مبارك هي باللغة الإنجليزية. حتى في الأجنبية، في اللغة العبرية طبعا العزوف بلغة حبايبك، طبعا في أكثر من 5 يافطات. لكن بفصحة التراث كلمات قصيرة جدا، والكلمات العامية أيضا. فنتبين من خلال هذا القاموس أن اللغة الإنجليزية لها مكان أعلى أيضا من العامية. أيضا في الأفعال هي كل معظمها استخدام عامية، الصفات استخدام كلها عامية، يا بلطجي، يا مثلا يا عميد، دكتور في العناد، يا لص، فعدة المصطلحات. لكن إذا بننتبه في الأدنى، النموذجات مقترضة. الاستخدام في العربية كانت ترجمة عن اللغة الإنجليزية، هذا مصطلح أساسي في البحث النوعي. يعني عملية مثلا عملية استخدام have a nice مثلا trip، إذا كانت هي تستخدم نتمنى لك رحلة سعيدة إلى السعودية، يعني هي مأخوذة، هي مصطلح في اللغة الإنجليزية لكن ترجمة إلى اللغة العربية. فعملية اسلوب الكتابة هو كان أكثر من اللغة الإنجليزية، ومن اللغة الإنجليزية ترجمة إلى العربية. يعني من خلال هذه البحث، طبعا إضافة إلى الأخطاء اللغوية المختلفة، لكن أنا أكثر في عملية الاستخدام في المصطلحات. لكن يتبين لنا استخدام العامية في مصطلحات الرحيل والأفعال هي الأكثر، حيث يتم استخدامها في معظم المشهد اللغوي. حضور اللغة الإنجليزية يتأتى أكثر من فصحى العصر، ويتأتى حضور الإنجليزية في 4 مراحل في الكلمات المباشرة، النقحرة أو الرموز، أو حتى رموز الفيسبوك أو تويتر أو الأسلوب الكتابي المأخوذ من الحاسوب. كثير من الكلمات التي كانت مكتوبة باللغة العربية مأخوذة من سياق الفيسبوك، يعني عملية ترجمة إلى اللغة العربية. هذا يبين تأثير وأثر اللغة الإنجليزية على المشهد اللغوي. أيضا يتأتى حضور اللغة العامية في قاموس الأفعال، لكن في مصطلحات الرحيل اللغة الإنجليزية، ويتأتى اقتراض أسلوب كتابة العامية وفصحى العصر من أسلوب اللغة الإنجليزية. يعني عملية النتائج بشكل سريع، إن اللغة العامية لها 49% من البحث الكمي، لكن اللغة الإنجليزية لها 28%. لكن استخدام أساليب الكتابة من اللغة الإنجليزية وترجمتها إلى العربية من جهة، واستخدام المصطلحات الأساسية في المشهد اللغوي في عملية الرحيل للغة الإنجليزية، يمنح اللغة الإنجليزية مكانة تقريبا مساوية للغة العامية. فهذه عملية أساسية في المشهد اللغوي. فإذا أصبح المشهد اللغوي في مصر في ميدان التحرير هو ثنائي اللغة العامية من جهة، والإنجليزية من جهة أخرى، بعد ما كان في مصر الاستخدام على الفصحى والعامية. إذا عملية الاستنتاج في الأساس لربط المحاضرة في موضوع رياح التغيير، إن ثورة ميدان التحرير اللغوية هي ثورة من حيز ميداني تحريري إلى حيز محلي مصري، ثم إلى حيز إقليمي شرق أوسطي. فاستخدام الأطفال كانوا في ميدان التحرير شعارات
هي أيضا تم استخدامها في جميع ميادين مصر، وأيضا في جميع ميادين مصر استخدمت في سوريا واستخدمت في ليبيا وفي اليمن، وأيضا استخدمت بين الطلاب من خلال الفيسبوك وفي الإعلام. هذا عملي أساسي. أيضا ثورة ميدان التحرير هي مشهد لغوي عمومي شعبي من الشعب، أيضا هذا المشهد أثر على استخدام المصطلحات عند الدولة. يعني اليوم في مصر مثلا رئيس مصر يستخدم كثير من الشعارات في الإعلام نفسها أخذت من المشهد اللغوي في ضد مبارك، هذه عملية أساسية. وأيضا ثورة ميدان التحرير هو مشهد لغوي صحيح من ثورة بيضاء دمويا، لكن إلى ثورة حافلة لغويا، يعني هي ثورة لغوية أكثر مما هي ثورة سياسية أو أكثر من ثورة أخرى. أيضا لها تداعيات على الشرق الأوسط من ناحية أدبية وإعلامية، وذلك لأنه كثير من الأدب اليوم، الشعر أو القصة القصيرة أو الأجناس الأدبية أو أيضا في الإعلام، يستخدمون نفس المصطلحات التي استخدمت في ثورة ضد مبارك. شكرا.